الإنسان لما بتقرب لحظة موته بشو بيفكر؟ يعني مثلاً لو كان عنده فرصة ليعيش مرة تانية، يا ترى شو كان بيعمل فيها؟ كان بيرجع بيتأمل شروق الشمس مثلاً؟ ولا بيتمتع بشوفة زرق البحر؟ أو يا ترى بينبسط بريحة الربيع اللي بتشرح القلب؟ أو بيرجع لحياته الطبيعية وبينظف بيته وبيكرر عادة النميمة تبعه؟ أمال يا روحي، جايبت لك أخبار كتير حلوة رح خبرك ياها اليوم. طلعي، بتعرفي فاتن هي اللي بالشارع اللي جنبنا، وبتعرفي إنه بيقولوا عنا فتنجية مثل ما كانوا يقولوا عنك؟ وحذري شو؟ صار عندها خناقة كتير كبيرة يا حرام. يا إلهي، هي وجوزها مسكوا بشعر بعضهم وبلشوا يتناتفوا ويشدوا بعض مثل المجانين. هلأ جوزها أصلع، عم قلك هيك كمثال مو أكتر، يعني عم بحكي لك هيك بس مشان تتشوقي. هلأ أنا ما رح أعرف أحكي مثلك لأنه أنت معلمة وبتحكي كتير حلو. آه يا أختي يا أختي، والله لو تعرفي، لو تعرفي قديش اشتقت لك يا أمل. بس ليكي رح قلك شغلة مهمة، الدكاترة هون بالمستشفى كان بدهم يقطعوا الأكسجين عنك، بس هذا جوزك يوسف قال مستحيل اقبل بهذا الشيء ابدا، وقال حتى لو بقيتي نايمه شهر هيك ولا ضليتي 5 شهور على هالحاله ولا 5 سنين فضلي على الاجهزه هون. وبتعرفي شو قال عنك؟ قال انه هي امل جميلتي النائمه. معقول قديش بيحبك لدرجه انه قال عنك الجميله النائمه؟ لك انت كتير حلوه امل امل امل. اه ياسمين انت هون؟ اي هون يا روحي، وين بدي اكون يعني؟ آخ متعودة من وقت غسان على هذا الوضع، يعني كنت دايما ضل هيك جنبه. برفع له معنوياته لما بحكي معه وبعطيه القوة. يا عقبال عندك انت كمان يا أمل، عقبالك يا أختي. يلا يلا يلا. كيفة؟ في تحسن بوضعه؟ مو مبين، في 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 اليوم أو بكرة بتقوم إن شاء الله. يلا 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 أمل، يلا يلا يلا. أمل يا روحي، بعرف ما رح تصدقيني بس أنا اشتقت لك، يعني والله الحارة بدونك ما لا طعم ولا لون. ياسمين أنا طالعة هلأ لعند حسان، أنت بقياني هون؟ أي نيرمين، رح أبقى كمان شوي. يلا لكم بشوفك. أمال ليكي شو بدي قلك، هذا يوسف صاير ضايع وسكير وهامل حاله كتير كمان. تخيلي انه قفل على حاله الباب وعم ندق عليه بس ما عم يرد علينا بنو، واليوم كل اهل الحاره رح يشقوا عليه. عم نقول لحالنا ناخد له ورد وشوكولا ليرتاح. ليكي امل، ببقى بشوفك ماشي وبحكي لك كل التطورات اللي بتصير مع فاتن. يلا يا روحي انت يلا. لك ايديكي مثل الحرير ما شاء الله عليكي. يلا بشوفك يا روحي بخاطرك. باي. لك روشان دقي عليه أقوى، شو بيك؟ ما عم يفتح لي، شو أعمل؟ معنو هون؟ ما عم يرد. خليني جرب أنا بركي بيفتح. تعالي لنشوف إن شاء الله يفتح. يوسف بيك؟ يوسف بيك؟ يوسف بيك افتح؟ أنا بعرف إنك جوا وعم تسمعني، فيلا قوم افتح لنا الباب وحاجة حابس حالك هيك. أنا أجيت من المستشفى لعندك فوراً. يا الله الله يرضى عليك، قوم افتح. مو أنت اللي ما خليتهم يسحبوا أنبوب الأكسجين؟ لهيك اجينا نشكرك على هذا الشيء لانه بسببك هي لهلا بعدها عايشه. سيد يوسف عم تسمعني؟ سيد يوسف ما عم يفتح. يوسف بيك، يوسف بيك، يوسف بيك، لك افتح كرمال الله. يا بنات ليكو هو لما شافني من ورا البرداية سكرها فورا. وليش عمل هيك؟ يا حرام لو انكم شفتوا وجهه كيف اصفر مثل الليمونه. منتهي منتهي. يعني نحن ممكن نفهم انه هو حابب هالفتره يبقى لحاله، بس لازم نطمن عليه، يعني كيف ما كان هو امانه عنا من امان. شوفوا نحن لازم حتى لو ما فتح لنا نضل نجي لعنده كل فتره مشان نفهمه انه نحن هون وجنبه. اكيد، لانه منكون عم نخون الامانه اذا ما عملنا هيك. وكمان شو بيقولوا هذا اللي بيصبر هذا اللي هيك؟ شو كان لك، شو كان هذا المثل انت بتعرفيه؟ هيك شيء مو مهم شو هو، بس يعني بيشبهه بيشبهه مزبوط. يا بنات لازم أنا أروح على الشغل. مزبوط، وأنا كمان لازم أروح لأنه عندي شغل لفوق راسي. وأنا ونيرمين عنا طلبية عرس كبيرة ولازم أروح ساعدها. ليكو لا تطلعوا علي لأنه أنا ما عندي شغل، بس بلشت دورة رسم على الخشب. يعني بدك تصيري نجار؟ لا مو نجار يا روحي، بجوز طور شغلة الرسم على الخشب وتعلم تفاصيله وافتح محل بس بطريقة جديدة. والله فكرة كتير حلوة، أحسن ما يقعد الواحد بالبيت على الفاضي. مزبوط، هو مو على الفاضي لأنه في غسيل وكوي وجلي، بس هاي صنعة ممتازة، يعني مثل إسوارة الذهب بالإيد، بتكسبك مصاري. يعني
لك نحن ليش واقفين هون وعم نتناقش؟ أنا بقول له لغسان، أو إذا بدك ياسمين أنت قولي له ليطلع علي. لا مو مناسبة أقول له أنا، ما حلوة. بقول له لغسان بلكي بيفتح له. بس نبهي عليه يدق الباب بقوة، يعني مو بنعومة مثل العادة، مشان يسمعه مو لشي. أصلا أنا شو لي علاقة؟ حلوة بيناتكم. بس ما عليه خليه يدق بقوة عليه، وأنا اليوم بعمل له معكرونة يا بنات مشان قابليته تفتح. أنا برأيي بلا ما نضايقه للسيد يوسف، ولا شو رأيك؟ يعني بس دقيقة دقيقة، أنت شو كان قصدك؟ لا لا ما كان قصدي شيء. سمعتك مبلا. لك والله ما حكيت شيء، أنا مشان ما تتعبي حالك. شوفي هي عم تحكي هيك لأنه أنت مو ناقصك، يعني أنت بهالفترة عم تتعبي كتير، بعدين أنا بجيب شيء أكلة من عنا، وغسان بيجي لعنده بيجيبها معه. ايه هيك منيح ممتاز. شوفي لا تطلعي فيني هيك لانه هنن عم يحكوا مشان مصلحتك، ما هيك؟ ايه رفيف يلا لؤي راح على الشغل من زمان وانت كمان ايه لازم تروحي امشي يلا، يلا روحي بخاطركم بنشوفك باي يلا باي. قدامي عم يعطوا عقل. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الاشعارات لتكونوا اول من يشاهدها.